تخيلي حاجة صعبة قوي إنك تتربى في ملجأ أو دار أيتام وكمان يكون نظرك ضعيف. ربنا شاملنا بنعم كتيرة جدا بس عمرنا ما حسينا بيها وشكرنا عليها دايما قليل. في أطفال كل اللي بتتمناه إنهم يشوفوا كويس ويلعبوا ويتنططوا براحتهم من غير ما يحسوا إنهم دايما مختلفين، دايما مش هيقدروا يلعبوا زي بقية العيال لأن الكورة بتبقى في عينيهم مهزوزة. امسك كل سنة وتختار يوم تكون فيه جنب الأطفال دول وتحاول تغير لهم الشعور اللي بيحسوا بيه. بيدك انت كمان تكون معانا وتكبر بخاطرهم وتفرحهم في اليوم ده. مستنيينك.